بجاوب على هالسؤال بكل يعني شو أقول لكم، لأن إحنا أنا عندي متابعين من حول العالم. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال لك جنسيته. لكن الشعوب، كل شعب له عاداته وتقاليده وله ثقافته ولا مساحته وحدوده. ففي دول الخليج يقول لك لا، حلات الثوب رقعته منه وفيه، ياخذ مو بس ياخذ مثلا من نفس الجنسيه لكن ياخذ من نفس العائله. ففي في عوائل، في خلينا نقول ثقافات هي كذلك. في ثقافات نفس الشيء على فكره، مثلا في الهند، في الهند لازم يكونون، في بعض الثقافات لازم يكونون من نفس القبيله، فيحجزون بعض. فهذه فأقول لك على حسب الثقافة. لكن من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالدين والأخلاق، حد ممكن يكون عنده دين بس ما عنده أخلاق، كيف يعني تطبيقه للدين مو موجود. يعني يروح يصلي في المسجد لكن لسانه مثلا، سامحيني، ممكن يغلط، ممكن يعني يسوء معاملة مع العامل. هو ما يخ يعني، هو بجهالة يعني، هو مو بأنه متعمد، ولكن خلينا نقول البيئة، الأم، الأب، التربية. فلازم أنت تحطين في بالك أنه، وعلى فكرة هالشيء العكس صحيح للمرأة، للمرأة أيضا. لكن أنا أشوف أن الموضوع على الرجل أكثر في حالة الزواج من شعوب ثانية. بس في نفس الوقت والله سبحان الله، هو الدين الفيصل، تبين الصدق، الدين الفيصل إن كان للمرأة وإن كان للرجل. الله يحفظكم.